هل ما فهمش على السريع أنا إيش حكيت. خلينا نكمل الجدول التالي. يلا نحسب جذر 9 ضرب جذر 4 كيف بنبسطها؟ بقدر إني أضرب، يعني ممكن أطلع عليها بطريقة مختلفة شوي، أقول عبارة عن آسف أقدر أطلع عليها هيك، حطينا هاي خط فاصل من هذا الشكل، أيوة، بس عشان نفصل نوعين. المسألة الثانية بدي أضرب جذر 9 في 4 كم بيطلع الجواب؟ طب أنا ممكن أحسبها بالطريقة التالية، جذر 9 كم؟ 3 ضرب جذر 4 كم؟ 2، 3 ضرب 2 6. إذن هاي طريقة التفكير. الطريقة الثانية أخذنا إحنا بالقوانين إنه جذر ألف في باء، أو إذا إحنا أخذناها سين صاد تفرقش، حدا يتلخبط، هي إذن جذر سين صاد هي عبارة عن جذر سين في جذر صاد، بس لازم أضمن إنه سين وصاد تكون أعداد موجب. إذن عبارة عن جذر 9 في 4 اللي هو جذر 36، وبعرف إنه جذر 36 شو يساوي؟ يساوي 6. إذن هاي أول مثال. خلينا نشوف مثال ثاني. بدنا نجيب الجذر التكعيبي للثمانية ضرب الجذر التكعيبي لسالب 8، الجذر التكعيبي لسالب 8، ونجيب الجذر التكعيبي لي، طلع شو راح نكتب؟ راح نضرب اللي في الداخل، هذا 8 ضرب سالب 8. شوف طلع كيف بدنا نبسطهم. انا احسب الحسبتين. الجذر التكعيبي لل 8 2، يعني لانه ايش يعني الجذر التكعيبي لل 8؟ يعني مين العدد بضربه في نفسه ثلاث مرات بيعطيني 8؟ 2. طب الجذر التكعيبي لسالب 8 هو سالب 2، 2 ضرب سالب 2 بيطلع سالب 4. اذا هذا خلصنا النتيجه الاولى. الان اضرب وضرب الجذر التكعيبي لسالب 64، لانه 8 ضرب سالب 8 64 سالب 64. احنا بنعرف الجذور التكعيبيه السالب ممكن نطلعه برا الجذر التكعيبي، فبصير هون لل 64. نسال حالنا سؤال، مين العدد اللي بضربه نفسه ثلاث مرات بعطي 64؟ شوف اذا كنت حافظها بتكون الامور بسيطه جدا صراحه. فالجذر التكعيبي ل 64 هو قديش؟ 4، اذا سالب 4. شوف نفس الاجابه. بامكانك تحلل، طبعا في طريقه ثانيه اني اجيب ال 64 واحللها الى عواملها، وبعدين اشوف من كل ثلاث اخذ منهم واحد. اي طريقه. واحده ثانيه، جذر الاربعه ضرب جذر ال 25. اذا لاحظوا انا ايش قاعد بسوي؟ قاعد بعمل تحليل لمين؟ ل يعني تعبيرات جبريه ببسط فيها جذور، عفوا جذرية، وقاعد ايش بسوي فيها؟ ببسط فيها. يلا جذر الأربعة قديش؟ 2. جذر 25 5، 2 في 5 10، خلصت. هون راح تضرب 4 في 25 يعني 100، جذر ال 100 10. ملاحظين؟ كلها نفس الإجابات. طيب لو جينا سوينا واحدة ثانية فيها قسمة مش ضرب، يعني قلت أنا جذر 36 على جذر 9، وجبنا جذر، ها طلع شو بتتوقعوا اكتب هون؟ راح اكتب 36 على 9. طيب جذر ال 36 6، وجذر ال 9 3، 6 تقسيم 3 2. طيب هون 36 على 9 فيها 4، اذا جذر ال 4 برضه 2، اذا اعطت نفس النتيجه. لو كملنا بنفس المنوال على امثله اخرى، مثلا جذر التكعيبي للألف، تعرفوا جذر التكعيبي للألف؟ يعني بنسأل حالنا سؤال، مين العدد اللي بضرب نفسه ثلاث مرات بعطيني ألف؟ أيوة أكيد واضحة إنه العشرة، عشرة في عشرة في عشرة بعطيك ألف. وجذر التكعيبي للثمانية اثنين، فعشرة تقسيم اثنين بيطلع خمسة. انتهى السؤال. الآن ماذا لو قسمناهم؟ يعني أخذنا هيك الجذر التكعيبي لي ألف على ثمانية. طيب الجذر التكعيبي 1000 على 8 لو تقسموها راح تطلع 125. اذا هاي راح تطلع لك هيك الجذر التكعيبي ل 125. اسال حالك سؤال، مين العدد اللي بضربه نفسه ثلاث مرات بعطي 125 اللي هو 5؟ وهذول انا يعني مع انكم تكونوا حافظينهم لانهم بيسهلن علينا عمليات الحساب. اذا ماذا تلاحظ؟ اذا نكتب قاعده، اذا بدنا نستخلص قاعده، ما لها هذه القاعدة؟ تعطينا
خلاصة ما توصلنا إليه. القاعدة بتقول قاعدة واحد شو بتحكي؟ تحكي إذا كان ألف وباء وهاء وفاء أعداد حقيقية، ألف أكبر من أو يساوي صفر، باء أكبر من أو يساوي صفر، فإن جذر ألف ترى حط الشرط ألف أكبر من صفر ضرب جذر باء فإنه يكون مساويا لألف جذر ألف في باء. لازم ألف يكون موجب وباء موجب أو صفر، ممكن صفر. الثاني الجذر التكعيبي لها ضرب الجذر التكعيبي لفاء. شوفوا الهاء والفاء ما بشترط يكونوا موجبات، لأن الجذر التكعيبي للسوالب ممكن، لكن الجذر التربيعي لقيمة سالبة غير معرف بالنسبة لنا حاليا، ما نعرفوش. هو عبارة عن الجذر التكعيبي لها ضرب فاء. اللي هذول اللي هني مرين علينا الأمثلة مين؟ اللي هذا المثال، لاحظوا، وهذا المثال، وهذا المثال، هذول كلهم مرين على إيش؟ على قاعدة الضرب، سواء كان لجذر تربيعي أو لجذر تكعيبي. الآن نأخذ القاعدة الثانية، نفس الشيء، إنه يعني ألف وباء وهاء وفاء أعداد حقيقية، ألف وباء موجبات، باء ليست صفر، فاء ليست صفر. يعني اختصار، المقامات يجب أن لا تكون صفرا. أوكي، إيش بيقول؟ بيقول الجذر التربيعي لألف على باء يساوي جذر ألف على جذر باء. الباء والألف لازم تكون أعداد موجبة، الألف ممكن تكون صفر لكن الباء مش ممكن تكون صفر. نفس الشيء بالنسبة للجذر التكعيبي، هذول زي الأمثلة اللي طرحناهم فوق، هاء على فاء برضو لازم فاء ما تكون صفر، لكن مش مشكلة فاء وها يكونوا سوال. هيك بكون خلصنا الفكرة الأولى. انتقل على تفكير، فكر وناقش.